أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا جزء من أعمالي هو تركيب أشجار السدر. طبعا هذا صنف التفاحي. إخواني الأعزاء، عد ما تكون البراعم بهذا المستوى اللي تشاهدونه، احنا ننتظرهن حاليا تشيس ما مأثر عليهن، ننتظرهن كبرن أكثر من هذا المستوى. ولكن شنو نلاحظ؟ نلاحظ هذا البرعم اللي قريب على تشيس النايلون، هذا التشيس اللي قريب، هذا البرعم اللي قريب على التشيس، اذا ضايق التشيس النايلون ثقب لثقب حتى يصير له مجال انه حتى ما يتاثر بحراره التشيس النايلون ويحترق. طبعا هذا عمر التركيب يعني 20 يوم اللي جاي تشاهدونه، 20 يوم. وما شاء الله هذا نسبه النجاح ما شاء الله جيده جدا. وكذلك عندنا هذا الغصن الثاني اذا تشاهدونه اعزائي، نسبة النجاح جيدة جدا. هذا نسبة النجاح تعتمد على هذا الكلينكس الرطب وجواء طين، احنا خلينا نسبة مال الطين وهذا الكلينكس الرطب. مثل ما ذكرت لكم البرعم اللي يكون يصير بأخير التشيس النايلون، يعني نحاول انه اذا حسينا انه هذا راح يحترق بسبب حرارة التشيس النايلون نثقب له، نسوي له مجال حتى ياخذ راحته، البرعم يكون ما بتضايق من تشيس النايلون. مثل ما تشاهدون اعزائي، اذا احنا حاليا كل شيء ما نسويه لان اذا بقى كبرا داخل تشيس النايلون يكون افضل، لان عندنا بعض البراعم بعد صغيره كلش، اذا تشاهدونه كلش صغير، فهذا ننطيه مجال، ننطيه مجال حتى يكبرا اكثر. زين ابو حميد رجع عادي هذا الورق. ها علوان، هذه يمك عادي. هاي عندنا الشجرة الثالثة بس بداية النمو، هاي الشجرة بداية النمو. هذا البرعم بعده حجمه صغير. عندنا هاي الشجرة الرابعة بداية النمو، إذا تشاهدونه واضح بالكاميرا بداية النمو. هذا بداية النمو، ذني نتركهن إلى أن تكبر البراعم، يلا نبدأ بعملية التنفس بشكل تدريجي. عملية بشكل تدريجي، إذا كبرن البراعم ينثقب التشيس بالأسفل وبالأعلى، وكل يوم نزيد عليها نسبة التنفس ونزيد عنها الظل بالليل، ونرجع عليها بالنهار، نأقلمهن أقلمة تدريجية مدة 5 أيام أو أسبوع، وبعدها نزيل الظرف الورقي ونحاول نحافظ عليها بالنهار كبداية من حرارة الشمس. تحياتي أخوتي الأعزاء، وطبعا نصور الجانب الثاني من التطعيم يا مع احد الاخوه. ابو حميد، هسه هذا التشيس باقي ما مثقبي، وشوف مساء انا ذكرت لكم بدايه الفيديو البراعم تكون طاخه بالتشيس النايلون لازم يصير لها فد مجال. هاي ثقب ابو حمود، ثقبوا خاصه من يوم هذا المكان. طيب ثقب ثقب، لا تخاف لا تخاف لا تخاف، ثقب 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 لا تخاف. هذا حتى يتنفس انا بشكل جيد، لان يعني هذا يخلص الاكسجين ويتاثر انه طخن بتشيس النايلون. هذا بعد، هذا بعد، عندما يكبرن البراعم هاي الصوره اللي تشاهدوها نبدأ بعمليه التنفس الين بشكل تدريجي. احنا عندنا مثل هذا البرعم لازم شو نسوي؟ باكر نزيد له المجال. هذا ابو حميد، هذا لازم نسوي له مجال باكر من ناحيه حتى ما يبقى متضايق. هذا رجع عليهم سايب النهار، نرجعه ونحاول العصر انه ينكشف. ان شاء الله متواصلين وياكم اعزائي.